قضيه هل الانسان مسير ام مخير؟ يعني ريح بالنا. لا، الانسان مخير بلا شك ومسؤول عن افعاله، ولو كان الانسان مجبر وليس له اراده في اي شيء لما كان هناك اي مغزى ولا هدف ولا فائده في ان يخلق الله جنه ونار وان يوجد المولى يوم للحساب للعباد. وجود حساب وملكين على الإنسان ووجود جنة ونار وثواب وعقاب ونعيم وعذاب معناها أن الإنسان يتحمل مسؤولية أفعاله، فهو مخير فيها. يعني كل طريق سلكه الإنسان كان باختياره الحر ويتحمل المسؤولية عنه. وفي باب من أبواب العلم يعرف بباب عوارض الأهلية، حيث اختلت الإرادة عند الإنسان رفع التكليف، ولها تفاصيل كثيرة في علم اللي هو فقد الأهلية. الأهلية يعني عنده ممكن مرض نفسي أو هم قالوا في فرق ما بين فقد الأهلية وبين العارض الذي يطرأ على الأهلية فيعطلها وقت قليل أو كثير وتعود، يفقد زي الوعي النوم مثلا، زي السهو، زي الجنون، زي النسيان، زي عدى منها العلماء مرض نفسي 30 عارض من العوارض، اللي زي الإكراه، زي الإلجاء، زي 30 عارض من العوارض تعطل الإرادة الإنسانية لفترة محددة ثم تستأنف وتعود مرة أخرى. فده مش فقد للأهلية، هذا عارض طرأ على الأهلية فعمل لها تعطيل وترجع تشتغل مرة تاني. طيب، الإنسان بلا شك مخير ومسؤول عن أفعاله، والشق الوحيد الذي يسير فيه الإنسان الأفعال الاضطرارية اللي احنا قلنا عليها من شوية، اللي هو من قبيل أنه ولد أسمر البشرة أو أبيض البشرة، ولد طويل القامة أو قصير، وبالتالي مش هيتحاسب عن هذه الأمور. فما هو مضطر فيه ولم يختار لنفسه فيه اختيارا ما فيش عليه مسؤولية فيه. كل الأفعال التي هي من قبيل الأفعال الاختيارية المنوطة بالإرادة الإنسان، الإنسان فيها مخير. فيجي واحد يقول أمال فين العلم الإلهي؟ أمال إذا كان ربنا علم وفي قضاء وقدر زي ما انت بتقول، أيوة، وفي علم إلهي سابق، بالزبط، وفي علم إلهي سابق قديم، أمال فين الموضع؟ أمال إزاي مكتوب ومقدر وانت بتقول إنه الإنسان مخير؟ والإجابة على هذا أن العلم الإلهي من صفات الانكشاف وليس من صفات التأثير. يعني العلم الإلهي انكشف به للمولى جل جلاله إن عبده هيختار إيه، أنه سيختار. فسجل الله للإنسان ما اختاره ومكنه من تنفيذه علشان يبقى استوفى الكامل الفرصة التي لا حجة له فيها بعد ذلك. وكان أساتذتنا وهما بيدرسون لهذا المبحث من العلم يقربوا المسألة قوي كده ويقولوا زي ما يجي أستاذ ياخد الفصل دراسي ويدرس له سنة واثنين وثلاثة فيحصل عنده فهم ومعرفة بمستوى كل واحد، فلما نيجي في آخر السنة نقول له طب اعمل لهم اختبار علشان بس نشوف المستويات، يقول لا أنا مش محتاج أعمل الاختبار، الولد ده ياخد 95 وده ياخد 0 وده ياخد 5 وده ياخد 47 وده ياخد، أقول لك كل واحد ياخد إيه. العجيب أنه نقول له لا بس اعمل لنا الاختبار عشان تبقى فيه الوثيقة موجودة ومحدش يعني يجادل فيها. حاضر، أعمل الاختبار، فتطلع الأولاد بالمستوى اللي قالوا بالضبط وقد يكون بنفس الدرجات بالضبط. هل العلم المسبق عند الأستاذ تدخل في يد التلميذ وهو يكتب؟ لا، لم يتدخل، صح، بل بقيت الإرادة الحرة للتلميذ وهو يكتب أو يهمل أو يذاكر أو يجد أو يغش أو يلتزم. طيب، فالعلم المسبق يكشف الحقائق ولا يؤثر فيها ولا يتدخل فيها بالتأثير. التأثير يأتي من القدرة ليس من العلم، والقضاء والقدر من متعلقات العلم، فهو صفة انكشاف. فالله جل جلاله الذي لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، والذي أحاط علمه بالموجودات وبما لم يوجد، بالجائز والواجب والمستحيل كما يقول العلماء، انكشف للعلم الإلهي القديم المحيط الشامل أن كل كائن من الموجودات العلوي منها والسفلي، الإنس والجن والملائكة والموجودات والكائنات والأفلاك، أن كل واحد فيها من لحظة الدخول إلى حيز الوجود إلى لحظة الفناء والعدم، ما الذي سيختاره وما الذي سيهجس في نفسه وما الذي سيخطر له وما الذي سيتوارى في غوامض خواطره العميقة في النفس، انكشف للعلم الإلهي كل شيء. فكتب الله وسجل في اللوح المحفوظ اختيار كل إنسان، ثم وسع الله للإنسان فخلق له ما اختاره.
يعني ما هو فرعون لما وقف يقول أنا ربكم الأعلى ويعني يبلغ هذا المبلغ من الـ من الـ من الـ من التقحم على مقام الألوهية الأجل، كان رب العالمين قادر أن يسلبه مدد الإمهال وأنه يوقف منه القدرة على الإيجاد فيفنى بيتحول الهباء كده. بس لا، الله جل جلاله خلقه وخلق له إرادته وأباح له أن يختار ما يريد، وجعل الأعضاء والجوارح والأكوان تنفعل له لتنفذ إرادته، ثم يحاسبه الله عليها بعد ذلك. فده منتهى معالم الحكمة الإلهية والحلم الإلهي واللطف الإلهي. ولذلك إذا كان العلم الإلهي بهذا الاسترسال والشمول والإحاطة الظاهرة والخفية، فكل ما يهجس في نفس الإنسان من معاني معلوم مقروء واضح على الشاشة، فأحسن ما في طويتك، يعني خلي ما في الباطن نظيف فيما بينك وبين الله أيها المخاطب. وهل برضه ما أنا بيكون مثلا ده زي، يعني اسمح لي بالتعبير، يعني زي ما يكون ربنا سايب للإنسان هامش من إن هو ممكن يغير اختياره لو مختار حاجة وحشة أو حاجة فيها ذنب، ده وارد ان هو كمساحه كده هامشيه انه يغير، زي فكره بعض الالفاظ اللي بنقراها في القران الكريم ويختص برحمته من يشاء. نعم، هي دي الفكره المقصوده. طيب، هو من حلمه جل جلاله انه يعني اتاح للانسان الفرصه والامهال، انه وارد ان الانسان يتورط في خطا وخطا فادح حتى يدعي الالوهيه. بس انا هطول لك شويه كمان وحدي لك الفرصة لعله يتغلب على نفسه وحسب لك الوقت والإمهال، بل وأجعل كرام خلقي وأهل اصطفائي كموسى وهارون إذا وجهتهم للخطاب إليك وأنت العدو المتمرد ألزمهم أن يخاطبوك بمنتهى الأدب. فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وهو الذي يقول أنا ربكم الأعلى. فمش بس سأتيح لك أن تختار ما تريد، وهو يعلم الله سبحانه وتعالى إذا كان حيتذكر أو إن كان حيتذكر أو لا يتذكر أو لا. لكن ربنا بيضع القاعدة التي يجري عليها موسى وهارون، إنه يعني امشوا أنتوا على هذا الرجاء عندكم، أنتوا لا تعلمون العواقب والخواتيم، خل الرجاء ده حاضر في قلبك أن يستجيب علشان تبقى فيه همة للبذل. فده يعني ده يعني يعلم الله الإنسان كيف يفكر وينظر. فالشاهد أنه طبعا العلماء يقولوا ظل فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، ومرة تاني يقول ما علمت لكم من إله غيري، فكان بين هاتين الكلمتين 40 سنة من الحلم الإلهي والإمداد. وسيد الخلق في ذلك الزمن سيدنا موسى الذي اصطفاه الله برسالاته وبكلامه يتوجه إلى الله في فرعون أن يهلكه الله ولا يستجيب الله له، لعله يتذكر أو يخشى. لا تنظر إليه على أنه ادعى الألوهية فتكرهه فتدعو عليه وتظن أن الباب أغلق معه. كون الباب أغلق أو لم يغلق ملكش دعوة، دي مهمتي أنا. إنما فيما يتعلق بك أنت كإنسان يتفاعل معهم وأنك محمل له بالهداية من أبلغ وجوه التربية لأهل النبوة والاصطفاء، أن تظل ولو عدم على مدى 40 سنة ما زال عندك الرجاء أن يستجيب وأن يؤمن. ولذلك خلى سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما. وفكرة أن احنا كبشر ما نحكمش على حد أيا كانت أفعاله بلا شك. الخواتيم ربنا هيختمها له إزاي؟ الخواتيم ليست معلومة لنا، والخواتيم بيد الله، والله تعالى قد يتجلى باللطف على من يشاء وقد يغير مسار العبد في آخر لحظة، فيجعلنا هذا نمتلئ بالأدب مع عباد الله حتى العاصي منه. نزل التردد الجديد 11785 الاستقطاب رأسي، معدل الترميز 27500، معامل تصحيح الخطأ 5/6. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.